النتيجة كانت متوقعة بالنسبة لي أنا، ولا عندنا منتخب من كأس إفريقيا ولا عندنا منتخب في مستوى اللاعبين ولو كيلعبوا بشكل رسمي في الأندية ديالهم الأوروبية. وكنظن بأن النتيجة عريضة وعريضة جدا، ولكن للأسف هذا المساء انتصر منتخب كوت ديفوار، فكنظن بأنه الفينيش غادي يوقع في كوت ديفوار مقابلة الأخيرة، كتبقى ديما دو بوان، ونتمنى ان شاء الله ان ننتصر في مقابله ديال الاياب باش يبقى ديما ما يبقاش الفرق بيننا وبين كوت ديفوار بزاف. وكما قلت لك فتا حاجه ما ملعوبه الان، كيكونوا لي بليسير كيكونوا الاصابات ديال بعض اللاعبين، ونتمنى ان شاء الله التاهيل، لان تقريبا من 98 ما تاهلناش، فكنظن عندنا الفريق اللي يستحق يتاهل كاس العالم.